شكرا معلقنا الكابتن حسين توفيق. اذا انتهت احداث المباراه بتعادل الفريقين 28-28. الشوط الثاني النادي الاهلي ادى اداء جيد جدا، يمكن النادي الاهلي تفوق في الشوط الثاني 15-12، كانت محصله 28-28. يمكن النهارده غاب التوفيق عن حكمي اللقاء في بعض الكور الحاسمه في الاخر، ولكن النتيجه هي عنوان المباراه 28-28. طيب نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد والاجواء ما بعد المباراه، اتفضل يا كريم. كابتن هيثم السعيد طبعا برحب بيك في البدايه وبكل مشاهدينا وكابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي. اكيد مباراه الموسم النهارده، يعني هنتكلم عن كل الامور الخاصه بالتحكيم وخاصه بالفنيات مع الكابتن طارق محروس طبعا المدير الفني لفريق النادي الاهلي. انا مش هقول لك هارد لك طارق، لان احنا كنا اعلى في الجيم بشكل كبير في بعض كده الامور اللي اكيد بتفرق مع النادي الاهلي، بعض الفاولات وبعض الصفارات اللي بتكون مش في توقيتها، لكن بشكل عام بتشوف المباراه النهارده ازاي وتقييمك ككابتن طارق للمباراه؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا لسه في الجيم، عندنا ماتش يوم الاثنين هنلعبه. الاولاد ادوا الشوط الثاني زي ما هو اتقال لهم التعليمات. طبعا الشوط الاولاني كان نازلين خايفين، ما ننساش ان المتوسط اعمار اللعيبه اللي موجودين 23 سنه، عندي 9 لعيبه اول مره يلعبوا. اللعيبه كانت برضك نازله المباراه عندها رعب من حراسه المرمى، لان طبعا زي ما الناس عارفه ان حارس الاول في مصر نمره واحد عصام مش موجود، فطبعا هم قلقانين في ان الطيار ان عبد الرحمن ما يكونش موفق، لكن عبد الرحمن حارس مرمى عملاق، حارس مرمى من حراس المرمى اللي ليه مستقبل كبير، راجل من اهم من الاعمده اللي جابت لنا برونزيه كاس العالم. انا كان عندي ثقه فيه كبيره جدا، والحمد لله هو ادى على اعلى 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 مستوى. طبعا الخوف من القلق بتاع عصام كان في متوترين الاولاد في بدايه الماتش، لكن الحمد لله قعدنا معاهم بين الطايمين وقدرنا نرجع المباراه، وباذن الله نقدر باذن الله الفتره الجايه ان احنا ربنا يكرمنا باذن الله ان احنا نقدر نكسب يوم الاثنين جاي. انا عارف طبعا يمكن كابتن طارق ما بيحبش يتكلم على التحكيم، لكن في بعض الكرات النهارده كابتن طارق يعني صعبه جدا متشافه، ويمكن في حاجات خارج عن الاراده النهارده، الامر ده بياثر على اللعيبه وبياثر على الجهاز الفني وبياثر على الناس ازاي؟ هو المشكله ان انت يعني الكلمه دايما هكررها، المشكله ان انت فرقتك صغيره الاعمار، فاللعيب الصغير لما يحس بالقهر بيتعب قوي، وبالتالي بيبقى اداؤه في الماتش حسب الصفاره. فربنا يكرمنا الفتره الجايه باذن الله نقدر نعمل توازن، واصل انا ما بحبش اتكلم على الحكام، لان الحكام في الاول وفي الاخر بشر بيغلطوا وبيصيبوا، لكن باذن الله الماتشات الجايه باذن الله يكون توفيق حليفنا باذن الله. لسه الدوري في الملعب ولسه الموسم ما انتهاش، احنا عندنا خلاص بقى المباراه القادمه هنعرف انها امتى يا كابتن طارق، وهتأهل اللعيبه ازاي نفسيا؟ الجانب النفسي انا عارف ان انت متميز فيه بشكل كبير جدا مع الجانب الفني، لان الجزء ده مهم جدا يا كابتن طارق. والله بص الاولاد كلهم يعني عندهم عزيمه يكسبوا، واديك شفتهم يعني انت خارج متعادل وزعلانين، ده دليل على ان فعلا هم نفسهم يعملوا حاجه. احنا بنوعد الجمهور ان احنا نبذل اقصى ما عندنا، وعايزهم ان هم يشجعوهم، لان هم اولاد صغار السن محتاجين التشجيع، التشجيع بالنسبه لهم بيفرق، وربنا يكرمنا نقدر نكسب باذن الله. شكرا. كل الشكر اكيد وتقدير للكابتن طارق محروس طبعا المدير الفني للنادي الاهلي، مجهود كبير النهارده، كنا بنتمنى ان شاء الله يعني يا كابتن هيثم ان تكون المباراه من نصيبنا، لكن لسه الموسم ما انتهاش، لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله المباراه القادمه تكون في قمه تركيزها ويكون التوفيق معانا، وبنتمنى كمان بقى من طاقم التحكيم بالكامل اللي هيكون في المباراه القادمه يدي النادي الاهلي حقه فقط لغير النادي الاهلي، لو خد حقه في المباراه فنيا ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحصل على بطوله الدوري المحترفين. عوده ليك من جديد وكابتن هيثم السعيد. زميلنا كريم احمد الملعب بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما انت قلت يا كريم لسه في جوله فاصله من الاثنين، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي اكيد. خلينا نروح لسالة حامد مراسلتنا من ارض الملعب ولقاءات مهمه مع بعض اللاعبين، اتفضل يا سالة. برحب بك يا كابتن هيثم طبعا، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن معي في هذه اللحظات واحد من نجوم مباراه اليوم الكابتانو كابتن اسلام حسن كابتن فريق النادي الاهلي، طبعا برحب بك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا، الف شكر. كابتن اسلام، يوم يمكن شفنا ده النهارده اداء متميز واداء قوي جدا على مدى الشوطين، ولكن انتهت المباراه بالتعادل. الحمد لله رب العالمين، اولا على النتيجه ثم الاداء. اكيد النهارده الاداء بالنسبه لنا احنا ما كانش افضل حاجه، لكن برضه مهما كان انت مش في افضل حال، لكن قدرت ان انت المباراه تبقى سجال. اكيد فرقتين اقوياء بيمثلوا كره الميلاد المصريه وبيمثلوا منتخب مصر، فمباراه بتبقى يعني الناس كلها بتستناها، فالحمد لله رب العالمين على الروح اللي اللعيبه فيها، والحمد لله رب العالمين على النتيجه، وان شاء الله لسه قدامنا موضوع اتاجل جوله كمان، ان شاء الله نقدر نكسب في الماتش الجاي ان شاء الله.
مباراة الفصل يا كابتن اسلام، المباراة القادمة ان شاء الله هتستعدوا لها ازاي؟ بص انا لسه الكابتن ما قالش حاجه، بس اكيد من خلاص من النهارده احنا ماتشه خلص خلاص، كانه ما تلعبش، لازم نبدا من النهارده الريكفري بتاعنا، وان احنا نحاول ندخل في اجوان مباراه تاني ونشوف اخطائنا في الماتش ده، وان شاء الله نقدر نصححها ونقدر نفوز بالدوري ان شاء الله. لعيبه الاهلي كلها النهارده يا كابتن اسلام يمكن لعبوا بروح النهارده، وعلى مدى الشوطين يمكن ادوا اداء متميز واداء قوي جدا، ولكن يعني المباراه النهارده انتهت بالتعادل. يمكن انتوا استعدتوا الايام اللي فاتت برضو، دخلتوا في معسكر واستعدتوا بشكل قوي جدا، ويمكن ده شفناه امبارح في مباراه الزور. طبعا بقالنا كتير من احنا ده نهايه الدوري، فاكيد الحاله البدنيه بتبقى طالع نازل، ما تبقاش احسن حاجه في المباراه، بتبقى في لعيبه كتير بتتعب، بس الحمد لله احنا عندنا 18 لعيب بيقدروا يلعبوا في اي وقت، الدكه كلها بتشترك، اللعيبه كلها بتشترك، ف ان شاء الله نقدر ان احنا نلحق ان احنا نعالج اخطائنا بسرعه، وان احنا نفوز بالماتش الجاي ان شاء الله. ميرسي جدا يا كابتن. شكرا. يمكن ده يا كابتن هيثم كان لقائنا مع كابتن وكابتن فريق نادي الاهلي كابتن اسلام حسن، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلام حامد، بشكرك شكرا جزيلا، وخلينا نروح لكريم احمد ولقاءات مهمه تاني. اتفضل يا كريم. بجدد تحيه لك من جديد يا كابتن هيثم السعيد، طبعا كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. انا معايا طبعا كابتن محي صلاح مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي، اللي اكيد ليه دور كبير جدا سواء في مستوى الطيار اللي احنا بنشوفه، وايضا كمان في مستوى عبد الرحمن النهارده اللي متالق بشكل كبير. برحب بيك طبعا في البدايه كابتن محي، وبهنيك على الاداء المميز بالنسبه لحراسه المرمى. التوفيق وعدم التوفيق ده بتاع ربنا، لكن لسه الدوري في الملعب. شايف المباراه النهارده ازاي، وشايف اداء عبد الرحمن النهارده في المباراه ازاي؟ اهلا بيكم ومسا على كابتن هيثم وعلى ضيوفه. والله المباراه انا بس كنت عايز اقول بس حاجه، يمكن عبد الرحمن بيلعب مباراه وهو مصاب، يعني عاملين بنأهله بقاله كام يوم كده، عنده اصابه مش عايز يعني اقول ايه مكانها فين يعني، وهو بصراحه عمل ماتش كبير، ولان هو يعني بيلعب وهو مصاب وهو لوحده، انت عارفين قصه الطيار والمسحه وكده، فعمل مباراه كبيره. وماتش الاهلي والزمالك ملوش اي حسابات، ملوش يعني، هو بماتش بغض النظر مين احسن مين افضل مين لياقته احسن، بيبقى هو ماتش ليه حسابات خاصه، لسه الماتش في الملعب. وبقول لك يعني عن طريق قناه النادي الاهلي، اعتقد يوم الاثنين ان شاء الله احنا اللي هنكسب. هم تعبوا في اخر 10 دقائق، احمد حسام تعب، جاله شد، مصطفى خليل تعب، احنا لياقتنا افضل ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يوم الاثنين ان شاء الله هنكسب ان شاء الله باذن الله. وهو ماتش بيبقى زي ما قلت لك ليه حسابات خاصه وحسابات ثانيه يعني، فربنا يسهل، لان هو في حاله اللائحه بتقول في حاله التعادل على لقب الدوري بيتعادل الماتش، بيبقى فيه ماتش فيصل يوم الاثنين، لو تعادلنا في الوقت الاصلي بيبقى فيه واحد اكسترا تايم بس 5 دقائق، وبعد كده رميات 7 متر، يعني مفيش اكسترا تايم تاني. فيوم الاثنين ان شاء الله هيبقى هو ده ان شاء الله. بس عايز ارجع معاك لحراسه المرمى تاني، ويمكن انت قلت يمكن عبد الرحمن عنده اصابه، لكن ده بيحتاج منك مجهود نفسي، انت تاهله نفسي، لان يمكن راجل داخل بضغوطات كبيره جدا، غياب الطيار قوه ضربه كبيره جدا للنادي الاهلي. كابتن محي اتكلم مع عبد الرحمن، قال له ايه قبل المباراه؟ عبد الرحمن احنا من يوم الاثنين قعدنا 2 3 4 تاهيل نفسي وتاهيل طبي وكل حاجه، يعني احنا 2 3 4 ولعب ماتش الخميس كان الحمد لله كويس، ولعب النهارده الحمد لله. وصد خلي بالك احنا كنا خسرانين، وصد كره اللي هي انفرادات من الدايحه الدرع، كمان من انفراد من بين 1 و2 في توقيت يعني توقيتيه، تصدى عبد الرحمن طه في الشوط الثاني كانت مهمه قوي مرجعت الفريق، فان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يكون التيار برضو يعني المسحه ان شاء الله تكون سلبيه باذن الله، وان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله هيبقى ماتش ان شاء الله تباركوا لنا بقى ونبارك لكم ان شاء الله باذن الله. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن محي صلاح طبعا مدرب حراس المرمى للنادي الاهلي على الجهد الكبير اللي بيبذل هو ايضا كمان، والكابتن طارق محروس. يا رب ان شاء الله يا كابتن هيثم باذن الله مباراه يوم الاثنين نفرح مع فرقتنا ان شاء الله، بطوله غايبه من 2018، لكن ان شاء الله القادم يكون افضل لابطال النادي الاهلي. عوده ليك من جديد والكابتن هيثم السعيد. زماننا كريم احمد شكرا جزيلا، وخلينا نروح لسلاح حامد واستكمال اللقاءات المهمه من ارض الملعب. اتفضل يا سلاح. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم طبعا، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن معي في هذه اللحظات مدير فريق النادي الاهلي كره اليد كابتن هاني النجدي. كابتن هاني طبعا برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، ويمكن شفنا النهارده يعني في مباراه اليوم لعيبه النادي الاهلي طوال يعني شوطي المباراه قدموا اداء متميز واداء قوي، ولكن انتهت المباراه بالتعادل.
هي الرياضه كده. بس انا اللي عايز اقوله بسم الله الرحمن الرحيم الاول طبعا تحياتي لكابتن هيثم وضيوفه الاعزاء كابتن يحيى وكابتن حسام وكابتن عبد الوارث. النهارده يعني المباراه كانت سجال طبعا الحمد لله، ظروف الفطار دي واللعيبه مش عارفين نفطر مش عارفين ناكل، اللعيبه مأثر الموضوع ده معاهم في الملعب شويه. واحنا بلغنا طبعا الاتحاد كان المباراه المفروض يوم الاثنين الساعه 9، انا اتكلمت معاهم دلوقتي لان اللعيبه فعلا الموضوع صعب قوي، فقالوا لنا ان المباراه ان شاء الله هتبقى يوم الاثنين الساعه 10 وان شاء الله هنشوف فريقنا ان شاء الله حاجه كويسه باذن الله ان شاء الله. كابتن هاني شايف مباراه اليوم ازاي امام نادي الزمالك؟ يعني في اخطاء مش عايز اتكلم فيها طبعا، واكيد الساده الحضور هيقولوا اللي هم شافوه. احنا لعيبتنا الحمد لله على قد المسؤوليه وعملوا مباراه كويسه جدا، واعتقد ان شاء الله باذن الله المباراه الجايه هتشوفوا فريق مختلف تماما. طه كان لعيب ممتاز، حارس مرمى ممتاز، وطبعا الاصابه بتاعت عصام ربنا يشفيه يعني ان شاء الله باذن الله هتفرق كتير. عصام الطيار لعيب كبير، وانا شايف ان لعيبتنا كلها على قد المسؤوليه وان شاء الله باذن الله هتشوفوا حاجه كويسه في المباراه الجايه. كابتن هاني طمنا على كابتن محمد طبعا الطيار حارس مرمى في النادي الاهلي بعد ما اعلن باصابته بفيروس كورونا. والله بص انا مش عايز اتكلم في حاجه علشان خاطر ممكن ده يبقى يقولوا لا علشان الاهلي وكده. احنا عملنا له المسحه اتعملت له 3 مرات، مرتين منهم سلبي ومره ايجابي، ولما عرفنا ان المره الايجابي دي رفضنا ان احنا نلعبوا المباراه، لان ما مش يعني واحده سلبي واحده ايجابي الكلام دوت. عشان كده احنا منتظرين طبعا عصام ربنا يشفيه ان شاء الله باذن الله، المفروض بكره او بعده ان شاء الله هنعمل المسحه الرابعه ليه وربنا يقدم في الخير ان شاء الله باذن الله. كابتن هاني قبل ما اختم معاك، المباراه يعني مباراه اليوم انتهت بالتعادل ولكن لسه الدوري ما اتحسمش، وان شاء الله المباراه الفيصل القادمه ان شاء الله يوم الاثنين، شايف المباراه ازاي وازاي هتستعدوا لها؟ والله طبعا الاستعداد زي ما انت شايف احنا بقالنا اسبوع طبعا تمارين، وكابتن طارق محروس طبعا المجهود اللي بيتعمل للعيبه، احنا عندنا لعبنا امبارح والنهارده، مستحيل طبعا بكره هيبقى فيه تمرين لان فعلا اللعيبه مجهده، فهيبقى فيه لحد ان شاء الله تمرين باذن الله ونخش المعسكر، ويوم الاثنين ان شاء الله المباراه هتبقى الساعه 10 هنا ان شاء الله في صاله حسن مصطفى، وان شاء الله التوفيق باذن الله للنادي الاهلي ان شاء الله. اكيد يا كابتن ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن هاني. شكرا شكرا مشكور. سلام طيبين. يمكن ده كابتن هيثم لقائنا مع كابتن هاني النجدي مدير فريق النادي الاهلي لكره اليد، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلام حامد وكريم احمد، بشكركم على المجهود الرائع اللي اديتوه من هناك من ارض الملعب، وكل التوفيق طبعا النادي الاهلي يوم الاثنين. المباراه طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا من خلال كريم وسلا، المباراه ان شاء الله هتكون الساعه 10 مش الساعه 9. ارجع للضيوف اللي برحب بيهم للمره الثانيه، كابتن حسام غريب منورنا يا كابتن. اهلا كابتن رئيس. كابتن يحيى يوسف منورنا المره الثانيه. كابتن رئيس. كابتن محمد ابو وارث منورنا يا كابتن. اهلا بيك كابتن. كابتن يحيى اجي لحضرتك، يعني الشوط الثاني نقول النادي الاهلي اختلف خالص في ادائه، بقى في اداء جماعي تحسن بشكل كبير جدا، 15-12 الشوط الثاني النتيجه. أيوة. شايف الشوط الثاني كان ازاي؟ هو اهم حاجه في الشوط الثاني عوده الروح، يعني اكيد كابتن طارق يتكلم بين الشوطين ان اللعيبه في بدايه الشوط الاولاني كانوا مخطوفين، التسرع هو ده اللي اكيد الكابتن طارق يتكلم فيه. فالشوط الثاني اكيد بدانا باسلوب كويس جدا لغايه ما تعادلنا 16-16. احنا انا كنت قايل اللي كنت بتكلم انا وانت والحضور ان احنا كنادي اهلي عايز يرجع لازم يرجع بالراحه، مش متسرع، ما يتسرعش اصلا في الهجمه، بالراحه براحه يسحب الفريق اللي قدامه، كمان مع تعب فريق الزمالك من ناحيه الدرع والاحمر اثره كتير جدا، وكمان الاهلي استغل وجود احمد حسام في الباك رايت، وطبعا الاحمر عكس التغييره بتاعته، فالاهلي استغلها لمده حوالي 5 دقايق، هو ده اللي عمل التعادل. طبعا وجود الجزيري النهارده بسم الله ما شاء الله كان فايق النهارده في كذا كوره وكان موفق. طبعا نزول كمان اسلام حسن، وكنت بتكلم في الموضوع ده ان اسلام حسن لازم يجي سنتر هاف وجزيري يجي باك ليفت، وبرده محسن يجي عشان الملعب يبقى في اتزان، ان فيصل ومحسن مع جزيري مع السرعه بتاعت جزيري مش هيبقى الدنيا ماشيه شويه، وتتبدل يبقى في تغيير بالظبط، يبقى في روتيشن اصلا بين اللعيبه، وده ده فرق طبعا مع كام كوره صدهم عبد الرحمن طه. التوقيت طبعا مهم، طبعا الجون بيحسب له اصلا التوقيت، الكره الحاسمه اللي هو صدها، مش مبدا ان هو يصد من اول المباراه واخر المباراه الكره الحاسمه ما يصدهاش طبعا، وده اللي فرق طبعا. الكره الاخيره طبعا دي اللي هي بتاعت اسلام حسن، هم بداوا كان فاضل 18 ثانيه، بداوا الهجمه متاخره شويه،
لو كانوا بدأوا بنص الملعب وكان في ممكن ثانيتين كمان كان ممكن يبقى فيها جول. بس الحمد لله طبعا بشكر اللعيبه طبعا على المجهود ان الشوط الثاني هم طالعين كسبانين فرق 3 ان هم الشوط الاولاني كانوا خسرين فرق 3. ان شاء الله اتفرجوا على الماتش وكابتن طارق يشوفوا الاخطاء الدفاعيه والهجوميه وان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله نكسب ان شاء الله ان شاء الله اكيد. خليني اسال مشاهدينا راجع بحضراتكم تاني. كان النهارده في مباريات بتتلعب مهمه جدا. احنا النهارده بنبارك لفريق كره الطائره سيدات بحصولهن على بطوله الدوري العام. فزنا على الصيد 3-0 وكده تقريبا رسميا خلاص يعني الحمد لله فريق السيدات بيفوزنا بدرع الدوري. الف مبروك كابتن حمدي الصافي واللاعبات. وايضا الكره الطائره رجال فازوا النهارده على الداخليه 3-0 خطوه لقدام لحسم بطوله الدوري العام. وخلينا نروح لارض الملعب لزميلنا مينا ماهر ولقاءات مهمه. اتفضل يا مينا. بجد تحياتي ليك مرة أخرى كابتن هيثم والضيوف الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي فوز كبير طبعا بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء على نادي الداخلية. يعني يسعدني يكون معايا كابتن ميدو مصلحي. كابتن ميدو في البداية برحب بيك على شكرة النادي الأهلي. ويمكن مباراة ولا أروع، مباراة كبيرة زي ما دايما متعودين فرقة النادي الأهلي أيا كان الخصم بنقدم يعني أقوى مستوى مطلوب عشان نحقق نقاط المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كل سنة وحضراتكم طيبين. والحمد لله يعني ماتش الحمد لله كان سهل وقدرنا نحسمه بسرعة 3-0 وتقريبا كل الفرقة تقريبا لعبت والحمد لله يعني ماتش في المتناول. يعني عايز اجي النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها ان كل الفرقه فعلا لعبت المباراه. يعني كنت شايف حضرتك بتنوع ما بين اللاعبين، كمان شفنا عناصر من الاساسيين كانوا حضرتك بتتم تبديلهم بلعيبه من دكه البدلاء. فعايز اعرف يعني حضرتك اكيد ده عشان ضغط المباريات وعندنا مباريات قويه مش عايزين نفرط في اي مباراه الفتره الجايه. فعايز اعرف من حضرتك اكتر تفاصيل. هي الفتره اللي فاتت قبل رمضان على طول كان عندنا 5 ماتشات في 11 يوم، ده كان ضغط كبير جدا على الفرقه. قدرنا الحمد لله ان احنا نكسب الخمس ماتشات كلهم 3-0. فبنعمل روتيشن كده مع الفرقه الحمد لله كل الاولاد جاهزين. عبد الله بس هو اللي تعبان شويه وان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع على طول يومين ولا حاجه. ويعني الروتيشن كان كويس واللعيبه كلها بتادي اللي عليها وان شاء الله الفتره الجايه عندنا الطيران يوم الاثنين والاتحاد ماتش مهم يوم الجمعه ان شاء الله. كنت يعني عرفنا حضرتك كنت بتتكلم على لاعبين في التدريبات بتعمل معاهم تدريبات متنوعه خصوصا الفتره الجايه عندنا ضغط مباريات. عندنا ما ينفعش مش بس نفرط في مباراه، ما ينفعش نفرط في نقطه من اي مباراه. فعايز اعرف حضرتك ازاي بتتعامل مع اللاعبين خصوصا دي فتره خلاص نهايه الموسم. والله يا بس رمضان طبعا انت عارف كل سنه طيب الدنيا بتبقى صعبه شويه في التمرين قبل الفطار. فدلوقتي بنحاول نجيبهم بعد الفطار قبل التمرين بساعه كده جيم يخشوا جيم وبعدين يجوا هنا لفولي ساعه ونص. الوقت ضيق جدا في رمضان. ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى عندنا حوالي 4 ماتشات قبل ماتش الزمالك. ويعني الزمالك طبعا هو رايح بطوله افريقيا فاتاجل لهم ماتشات كتير. هنلعب بعد العيد ان شاء الله معاه يوم 21 تحدد 21/5 باذن الله ان شاء الله نستعد له كويس والدوري ان شاء الله يكون في الجزيره باذن الله. بنبارك لحضرتك وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتنا. شكرا يا كابتن. كابتن هيثم ده كان لقائي مع كابتن ميدو مصلحي مدير الفني لفريق النادي الاهلي طبعا بعد الفوز والاداء القوي امام فريق الداخليه. عوده ليك مره اخرى في الاستوديو. زميلنا مينا ماهر بشكرك شكرا جزيلا. لقاء مهم مع كابتن محمد مصلحي ماشيين بخطوات جيده ومبارك تاني لفريق السيدات. الف مليون مبروك على الحصول على بطوله الدوري. خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن اللي حصل في الشوط التاني. يمكن كان حصل احداث كتير واخد راي ضيوفي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. نرجع لحدثنا المهم النهارده هو مباراه كره اليد الاهلي الزمالك وخلصت 28-28. بس يهمني يا كابتن حسام اسمع راي حضرتك لان حقيقه في كلام كتير جدا من اللي حضرتك توقعته حصل خاصه في الشوط الثاني. بص يا هيثم المباراه احلوت في اخر 10 دقائق. النادي الاهلي زي ما يحيى بيقول ابتدى يبقى عنده روح، ابتدى يلعب. نادي الزمالك ابتدى يتعب. لان هو نادي الزمالك ولو حضرتك تفتكر في اول كلمه قلت في مشكله كبيره في نادي الزمالك روتيشن اللعيبه الجهاز مش قادر يدوره. فعشان كده لو شلت الاحمر او شلت الدرع من الملعب الملعب يقع. في اللي انت بتتكلم بتقول انا عندي 20 لعيب نادي الزمالك صفين لكن مين اللي بينجز في الملعب؟ هم 2 مع اكرم مع محمد علي حارس المرمى.
فعنده مشكله كبيره. النادي الاهلي الشوط الثاني استغل الكلام ده، وده نجاح لطارق محروس وللعيبه واسلام ابتدى يرجع تاني. طب كابتن برضه اسلام يعني ابتدى، انا شايفه انه يعني في النهايه بس برضه في كور كانت حاسمه شويه في المباراه يا كابتن. يعني احنا طبعا الحكام كل التقدير والاحترام ليهم، هم بشر بيخطئوا ويصيبوا طبعا، ده طبيعي وده جزء من متعه الرياضه يعني. ولكن عدم التوفيق ليهم كان في اخر كورتين ثلاثه في المباراه، ما بتكلمش يعني ان هم السبب الرئيسي يعني، ولكن كانوا عامل مهم ان حسينا في هزه كده في التحكيم. بص يا اسماعيل، التملي الماتشات بتاعه الاهلي والزمالك وده فاينل مش ماتش دور اول وممكن يتعوض، لا ده فاينل. هو زي ما انت بتبقى مرتبك وقلقان كمدير فني او لعيب، هو كمان بيبقى قلقان، فصفارت ممكن تطلع غلط يعني، هو يعني برضو تعذره، هو برضو تنشن ماتش، وبعدين طول ما الوقت بيقرب على النهائي الغلطه فوره، هو الغلطه فوره، التوتر بيزيد، التوتر بيزيد. برافو عليك. فعشان كده، لكن مجمل المباراه الشوط الثاني لا استمتعت، انا شفت فيها هاندبول، في سرعه، في جري، شال كورتين ثلاثه في وقت صعب، محمد علي شال، ابتدى الاجهاد يبقى باين على الاحمر والدرع لان مفيش غيار عنده. حتى بانت لما احمد الاحمر اتطرد دقيقتين وخرج من الملعب ثلاث دقائق، كان مجموع خمس دقائق كتير ان لعيب يلعب 60 دقيقه كتير، خاصه ان هو يعني برده مش صغير يعني، حتى لا حتى لو حتى برده كتير على الدرع ان هو يلعب 60 دقيقه. ودي مشكله كبيره على الدكه، دي مشكله كبيره في في المدرب بتاع الزمالك، مشكله عنده مشكله، وهي دي اللي استغلها طارق محروس. طارق ابتدى استغلها، ابتدوا يجروا لان النادي الاهلي اخر 15 دقيقه بيدافع صح وبيجري بيدافع، لا ابتدى يدافع. عشان كده النتيجه قلبت لما تقارن الشوط الاولاني والشوط الثاني. ما الشوط الاولاني يا كابتن خلصان 16-13، الشوط الثاني 15-12 الاهلي كسبان. كسبان فرق انا يعني انا متخيل ان المباراه الجايه هتبقى مباراه مفتوحه. شايف كده يا كابتن مش هتقفل اكتر؟ لا 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 لا، هتبقى مباراه مفتوحه زي ما محمد قال لك، لو هتوصل فرق 6-7، لكن عمر ما ماتشات الاهلي والزمالك ما بتخلص كده خالص. الماتش في الملعب، وده اللي شفناه فعلا. والماتش انا قلت لك واحنا في الاستراحه قلت لك ايه، الماتش رايح جاي رايح جاي رايح جاي. يمكن كابتن محمد كان رايه كده حتى في واحنا بنتفرج فوق، قلت لي يعني ما تقلقش الدنيا في الهاند بول ما بتمشيش كده، صح كابتن؟ طبعا في مباريات اهلي وزمالك دايما انا يعني من طبيعتي ومن اللي احنا تعودنا عليه ومن اللي احنا شفناه ان مباريات اهلي وزمالك ما بتخلصش غير بصفاره الحكم. بس برضه يا كابتن يعني صفاره الحكم النهارده في الاخر الحقيقه لا طبعا ما كانتش متوفقه يعني، يمكن في كره في اخطاء يعني. خليني اتكلم معاك بقى، كان في كره على اللاين اللي اعترض فيها الفرقه جامد، تمام. لا دي واضحه جدا يعني، هو داس على على على, على الدايره. وفي خطا تاني اللي هو في اخر المباراه برضه في شك كان المفروض يعني محسن رمضان اللي شاطها فيها شك انها بعد التايم اوف. هي طبيعي ان هي تتحسب فاول، بس انا بلوم، ما بلومش على الحكم، انا بلوم على اللعيبه. انا الكره معايا في وقت حاسم زي ده ما ينفعش اسيب الكوره حتى لو ايه، انزل بيها اخد فاول. انا الكوره في ايدي، انا اللي متحكم في الملعب. صفاره الحكم انا ما اعتمدش عليها ان هي ممكن تطلع غلط ممكن تطلع صح، انا ما العبش عليها، انا بلعب على هي دي بقى النقطه اللي احنا بنقول فيها خبرات، ان محسن رمضان بالنسبه له هو لسه لعيب صغير، لسه بدايته اول سنه ليه في النادي الاهلي. الحتت دي يعني مثلا لو الكوره دي مع الجزيري او مع اسلام حسن ما فيش ولا واحد فيهم على ما اعتقد ان هو هيشوطها. هي دي النقطه. فهي الفكره كلها ان احنا طبعا في اخطاء بتحصل من الحكام، وده وارد في اي مباراه مش شرط مباراه اهلي وزمالك. وزي ما كابتن حسام قال ان هي كل ما المباراه بتقرب في النهايه كل ما بيبقى التوتر موجود في الملعب، اذا كان حكام او جهاز او لعيبه. صحيح، هي دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا الشوط الثاني بالنسبه للنادي الاهلي طبعا عمل مباراه هايله، واللي اتكلمنا عليه في الشوط الاولاني ان احنا لازم النادي الاهلي يعتمد على وينجاته كتير. النهارده عمر سامي داخل 3 كور من الوينج رايت، سيسا داخل 4 كور من الوينج ليفت. فانا شايف ان المباراه بدات تفتح النادي الاهلي ان انا لازم العب على الاجنحه عشان ابدا افضي لنفسي ان محسن رمضان لما دخل على نص الملعب شاط 3 كور او 4 كور واوريدي جابهم جون. الجزيري نفس الكلام، نزول اسلام حسن زي ما كابتن يحيى قال يعني فرق كتير، ان هو في فترات ان انا لازم اعرف اسيطر على الملعب. تاخير خروج عبد الرحمن فيصل انا شايف ان دي كانت فيها تاخيره، ان هو ادى اللي عليه طبعا، بس بالظبط هو ادى اللي عليه، بس هي الفكره كلها ان هو احنا بنتكلم ان هو ده الوقت بتاع المباراه بتاع مين. طيب هي في لعيبه معينه اللي هي لازم تبقى في اوقات معينه لازم تبقى موجوده، وده اللي حصل لان نزوله اسلام حسن غيرت شكل الملعب اكيد يا كابتن. خلينا نرجع لزميلنا مينا ماهر من ارض الملعب.
مقر النادي الاهلي بالجزيره صاله الامير عبد الله الفيصل، ولقاء مهم بعد مباراه الكره الطائره للرجال والداخليه والتي انتهت 3-0 بفوزنا. اتفضل يا امينه. بجد تحياتي ليك مره ثانيه كابتن هيثم. يعني معايا لاعب كبير من ضمن صفوف فريق كره الطائره النادي الاهلي، كابتن محمود رؤوف. في البدايه برحب بيك على شكره النادي الاهلي. يمكن مباراه كبيره، مباراه ولا اروع. يعني شايفين النادي الاهلي قدم مباراه قويه في ظل شايفين مباراه يعني تكون النادي الاهلي متفوق على فريق الداخليه بفرق طبعا خبرات وفرق لاعبين كتير. لكن عايز اعرف منك، كنت بتكلم ازاي مع اللاعبين وسط الماتش ان احنا لازم نثبت الاداء طول المباراه، لازم نجيب احسن ما عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل سنه وانت طيب وجمهور النادي الاهلي بخير، وبمسي على كابتن هيثم. طبعا يعني المباراه طبعا الداخليه دي اول مباراه في رمضان، شهر رمضان طبعا دي ريتم معين، الفطار وكده، وبيبقى الريتم بتاعه صعب طبعا ان هو ان احنا بسرعه نقدر نتجاوب معاه يعني. فاحنا ابتدينا تمرين الاسبوع من ثاني يوم رمضان، ان احنا متعود على طول على التمرين بعد الفطار. ظبطنا الحته دي، مهمه جدا ان احنا نتعود على الوقت ده في المباريات، وان ده تغيير في حياتنا اصلا. احنا معظم اوقاتنا بتبقى التمرينات الصبح، فده كان اهم حاجه من مباراه النهارده. لسه يمكن طبعا في فرق في المستوى، فالنهارده كابتن ميدو يعني اشرك الناس كلها، ولان دي اهم حاجه ان احنا نستعد للمباراه الجايه ان شاء الله يعني. طب شايف ان الفتره الجايه خلاص عندنا بنحسم تقريبا لقب الدوري، فاضل عدد تنازلي مباريات قليله جدا، وخصوصا كان عندنا مباراه مع الزمالك. فعايز اعرف منك ازاي بتستعدوا الفتره دي، شايفين الفتره الجايه ازاي، وازاي بتتكلموا مع بعض انه خلاص مفيش حتى تهاون في نقطه، مش بس مباراه، في الفتره المباريات الفتره القادمه. طبعا زي ما انت قلت الفتره دي هي اهم حاجه في الموسم، كل اللي فات حاجه، والفتره اللي جايه هي بقى الحسم بتاع البطولات. احنا طبعا كلاعيبه، اللعيبه الكبار بالذات، بنتكلم دايما مع الناس ان احنا لازم نحافظ على كل شوط كل نقطه، لان احنا لازم انت بتدي رساله للخصم بتاعك انت جاهز، وانت يعني اللي هو في مستوى معين انت في حته تانية خالص. ودي اهم حاجه دايما ان احنا نحافظ على المستوى بتاعنا في النادي الاهلي، ان احنا في حته ان شاء الله في الكره الطايره، واي حد تاني في حته تانية. ده اللي احنا بنحاول ناكده خلال الماتشات دي. واهم حاجه زي ما قلت تاني ان كابتن ميدو بيشرك الناس كلها دلوقتي، عشان ما تبقى لو لا قدر الله حصل اي ظروف اصابات اي حاجه، نبقى كل الفرقه جاهزه، نقدر ان احنا ان شاء الله في وقت الحسم نبقى جاهزين للمستوى يعني اللي بقى في القمه ان شاء الله. وجه رساله لجمهور النادي الاهلي وتوعدهم بايه السنه دي؟ طبعا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان، وان شاء الله انا وعدكم ان فريق الطايره دايما زي كل سنه ان شاء الله يفرحكم ويحافظ على بطولات في النادي الاهلي ان شاء الله. مبروك يا كابتن مباراه النهارده، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا. ربنا يخليك، شكرا جدا. كابتن هيثم، ده كان لقائي مع كابتن محمود رؤوف لاعب فريق النادي الاهلي كره طائره بالنادي الاهلي. عوده ليك مره اخرى في الاستوديو. مينا ماهر مراسلنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا على اللقاءات الجميله اللي انت عملتها لنا الحقيقه، وحطيتنا برضو في اجواء المباراه. اجي يا كابتن حسام، اكيد المباراه في نجم يعني حضرتك من وجهه نظرك في نادي الاهلي، وفي نجم من نادي الزمالك. مين نجوم المباراه من وجهه نظر حضرتك؟ بالنسبه للنادي الزمالك، ما هو بص لازم اديها البدايه. تمام. محمد علي حارس المرمى، حارس المرمى هو اللي عامل الفرق. مين تاني من اللاعبين يعني من وجهه نظر حضرتك؟ انا اديك برضو ايه، الاحمر. الاحمر كابتن يحيى، راي حضرتك ايه في نجوم المباراه سواء من الفرقه دي او الفرقه دي؟ بص، هو نجوم المباراه في الشوط الاولاني كان الدرع. لا اديني توتال، ما انت بتقيم ده وده وتجمعهم على بعض. لا هو انا بس هو انا بقول ان هو الشوط الاولاني الدرع كان متفوق في الشوط الاولاني بالسرعه. تمام. والقوه كان متفرق. ماشي. الشوط الثاني بالنسبه للاهلي كان الجزيري. ان رتم المباراه اتغير معاه، كان مصوب خارجي، كان بيشوط بالثبات وبالجري، ماشي، كان سريع، هو ملاعب سنتراف شويه هو اسلام. انا شايف ان الجزيري كان. طيب شوط نشوف التاني. راي كابتن محمد كده. طبعا انا من وجهه نظري نادي الزمالك، انا بحسب كتوتال ان انا احسبه احمد الاحمر طبعا، ان هو اداؤه كان الشوط الاولاني قوي جدا. الشوط الثاني قل شويه، بس كان في اوقات مؤثره جدا ليه، هو اللي بيقدر يخلصها، اللي هو بيقدر يعملها، اللي هو باصاته الحاسمه. طب تمام، لعيبه معينه ده من ناحيه نادي الزمالك. نادي الزمالك هل في حد تاني في نادي الزمالك شايفه نجم ولا خلاص احمد؟ من نادي الزمالك انا شايف برضو ان اكرم يسري كان ليه دور كويس جدا. الست كور اللي هو دخلهم، شايف ان هم كانوا في اوقات صعبه، اوقات مهمه جدا. ست كور من 28 جون يعني نسبه عاليه جدا. هو بالظبط انا بحسب كتوتال هو دخل من الوينج كام كوره. هو هي دي الفكره، هو دخل 8 جاب 6، فدي نسبه عاليه طبعا بالنسبه للوينج. طيب وبالنسبه للنادي الاهلي مين؟ بالنسبه للنادي الاهلي طبعا كان الجزيري طبعا، كان اداؤه النهارده كان يعني كان باين جدا، وبالذات في الشوط الثاني. شايف ان الرقم 2 في الاهلي انا بقول سيسا كان دوره كويس جدا بغض النظر عن اخطاء حصلت في المباراه، بس انا شايف كان ليه دور كويس جدا طبعا. طب كابتن يعني خلاص احنا الوقت بيقرب، بس اكيد برضو من وجهه نظر حضرتك الثاقبه كابتن حسام،
متوقع ان يوم الاثنين المباراه تبقى ماشيه ازاي؟ يوم الاثنين تبقى مباراه صعبه على الفرقتين. يعني شايفك ضحكت وابتسمت كده افتكرت ذكريات وامور وماتشات رايحه وجايه. يعني انت الزمالك كان الشوط الاولاني كسبان، الشوط الثاني خسران، الاهلي فاق الشوط الثاني، الشوط الاولاني اتخطف. يعني فالمعادله في تيارات شديده. بالظبط بالظبط. فاللي هيحسم الموضوع ده برضه هي مش قادر تتوقع. ما اقدرش اتوقع، لكن ما تزعلش مني، احنا مش هنجيب لعيبه جديده صح، هو سيستم واحد وفي خلال 48 ساعه مش هتقدر تغير حاجات. صحيح يا كابتن صحيح. خلينا نشوف يوم الاثنين هيحصل. خلي بالك ان شوف كام واحد من الاهلي اول مره يلعب الماتش زي ده. يعني واحد زي محسن مثلا، محسن رمضان اول مره يلعب ماشي. عندك جزيري او يعني لسه ثقه بنفسه. الماتش ده يفرق معاهم كتير جدا، ان هو ان هم يعني اتعادلوا. طه هيفرق معاه الماتش ده. طه هيفرق معاه ان هو هيشيل، يكون مثلا الاصابات اللي كانت عنده، خد ثقه من الماتش ده. سيبك ان هو كده واخد ثقه من الماتش ده. يا كابتن ما ده الكلام اللي قاله كابتن رابح حروس، ان متوسط اعمار 23 سنه وفي مجموعه من اللاعبين يمكن ده اول مباراه حسم دوري ليهم. بس معلش انا بعتذر لكم، يمكن وقتنا انتهى. كابتن حسام، كابتن حسام غريب طبعا نجم مصر ونادي الزمالك، نورتنا وشرفتنا في نادي الاهلي النهارده. ده انا اللي بقول لك شكرا، وشكرا لقناه النادي الاهلي، وشرف ليا ان انا اكون موجود مع حضرتك ومع يحيى ومع محمد وفي قناه النادي الاهلي. نورتنا وشرفتنا. شكرا يا فندم. شكرا كابتن يحيى يوسف، طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدير فني السيدات، بشكرك نورتنا وشرفتنا. شكرا يا هيثم، ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله ملك النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نورتنا وشرفتنا النهارده يا كابتن. الله يخليك كابتن هيثم. يعني انا بشكركم جدا وبشكر النادي الاهلي بيتنا، وان شاء الله يوم الاثنين تبقى الفرحه بالنادي الاهلي. طبعا كابتن حسام معلش اعذرني، بس هي لا بالعكس، هو ده بالعكس، لا هي دي الرياضه طبعا بالنسبه لنا. انا بارك للنادي الاهلي، بالظبط كده ان شاء الله. اهم حاجه ان يبقى في مباراه تطلع بشكل كويس بالنسبه للفرقتين طبعاً. والمكسب ان شاء الله، يعني ربنا يكرم ان شاء الله فيه. بشكركم يا جماعه. احنا بنشكرك يا استاذ بجد والله. شكرا لحضرتك حبيبي. اعزائي المشاهدين، النهارده كان يوم حافل بالاحداث في النادي الاهلي. بنبارك تاني وبفكركم لفريق كره الطائره سيدات اللي خدوا الدوري رسميا. لسه الدوري ما انتهاش، قبل الدوري بتلات اربع جولات. بنقول لهم الف مبروك كابتن حمدي الصافي. إذن مباراة الحسم يوم الاثنين الساعة 10 إن شاء الله فرقتنا تاني، الأهلي والزمالك مباراة الحسم. نتمنى التوفيق طبعا للنادي الأهلي. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، واللقاء آخر مع استوديو الأبطال.